إسرائيل أدخلت حزب الله اللبناني في الساعات الأخيرة قبل البدء بهجوم بري كبير على جنوب لبنان، واللمسات الأخيرة للتصعيد الهائل الذي شهدناه اليوم من قبل الجانب الإسرائيلي تمت من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي زار يوم أمس مقر السيطرة والقيادة لسلاح الجو الإسرائيلي ليطلع على طبيعة الخطة الهجومية التي تعد لها إسرائيل. كذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ظهر بهذه الطريقة وهو يصادق على هذه العملية الهائلة، بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية استعرضت في 24 ساعة الماضية تجهيزات كبيرة لطائراتهم الحربية مثل طائرات F-16 وهي محملة بالكثير من القنابل الثقيلة كما نلاحظ، وأيضا طائرات F-15 محملة أيضا بقنابل ثقيلة، وهذه القنابل ونوعياتها ظهرت بهذا الشكل الذي نراه. إذا ما حاولنا أن نطلع على تفاصيل هذه القنابل التي هيئت إسرائيل لاستخدامها ضد حزب الله اللبناني، لاحظ هذه قنبلة كبيرة للغاية، ونفس النوعية من هذه القنبلة تبدو أصغر نسبيا موجودة في الجزء الخلفي من الطائرة، وتلاحظ أن الطائرة بشكل عام تحمل هذه القنابل بشكل حصري وبشكل خاص، وهذه القنابل التي نراها هي قنابل مارك الأمريكية. نتحدث هنا عن القنبلة الكبيرة على سبيل المثال MK84، هذه قنبلة ثقيلة للغاية يصل وزنها إلى 907 كيلوغراما، أما القنبلة التي كانت أصغر نسبيا هي قنبلة MK82 والتي يصل وزنها تقريبا إلى 250 كيلوغراما، وهذا يوضح بأن إسرائيل تريد إلحاق ضرر كبير بحزب الله اللبناني ليس فقط فوق الأرض وإنما حتى في المنشآت التي يستخدمها الحزب تحت الأرض. وبدأت إسرائيل بنشر العديد من المنشورات مع بدء الغارات في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، تقريبا من الساعة 5 فجرا بدأت هذه العمليات، نشروا هذه المنشورات كما تلاحظون، يطلبون من المدنيين اللبنانيين بالابتعاد من المباني التي يتواجد فيها حزب الله اللبناني والابتعاد من قراهم، وكذلك أرسلوا رسائل نصية للبنانيين بهذه الطريقة، وحتى أرسلوا نداء بأجهزة الراديو كما تلاحظون، وكذلك جاءت التصريحات الإسرائيلية لتؤكد بأنهم سيبدأون باستهداف البيوت والمباني المدنية، وهذا يعود لسبب هي بررت إسرائيل لماذا هي ستضرب هذه البيوت والمباني المدنية. على سبيل المثال نشروا هذا المقطع المصور لإحدى المباني التي أوضحوا بأن في داخل هذا المبنى هنالك صاروخ من صواريخ الكروز الخاصة بحزب الله اللبناني، كان الحزب يهيئ لإطلاق هذا الصاروخ على شمال إسرائيل تحديدا، وهذا هو المبنى كما تلاحظون، ولاحظوا كيف أن فتحة فجأة ظهرت بهذا المبنى وكانت إسرائيل تراقب هذا المبنى، وبعد ذلك جاء صاروخ إسرائيلي موجه ليضرب هذا الصاروخ الكروز الخاص بحزب الله اللبناني وقاموا باستهدافه. وبشكل عام وضح أن شكل المباني في الجنوب وفي لبنان هو بهذا الشكل، هنالك العديد من الصواريخ والمنصات التي تختبئ في هذه المباني من الأقمار الصناعية والرقابة، وإذا أرادوا الاستهداف تظهر هذه المنصة وتقوم بإطلاق الصاروخ مباشرة على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه المباني إذا ما ألقينا نظرة عليها سنرى بأنها مباني خطيرة للغاية، مثل هذا المبنى الذي رأيناه قبل قليل، بالضبط هذا المبنى هو يأتي إلى جنوب شرق صديقين في جنوب لبنان، هذا هو نفس المبنى الذي كان ظاهرا أمامنا، إذا ما توقفنا هنا سترى هو نفس المبنى بالضبط الذي استعرضته إسرائيل، لا فرق أبدا، وواضح جدا أن الفتحة التي ظهرت من هذا الاتجاه هي تأتي باتجاه إسرائيل وهي على منطقة مرتفعة، ليس هذا فحسب بل أن هذا المبنى الذي تحدثت عنه إسرائيل هو يأتي على بعد ما يقارب 7.7 كيلو متر بصاروخ كروز، ممكن أن يحقق أذى وضربة كبيرة بكل تأكيد على العمق الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل هنا أوضحت للجميع، هي اختصرت الطريق بما أنها لاحظت العديد من الأمثلة بأن هنالك العديد من المباني التي تستخدم من قبل حزب الله اللبناني من المباني المدنية والبيوت، طلبت من المدنيين الابتعاد لأنها ستبدأ بتدمير هذه المباني والبيوت بالكامل للإعداد لعملية كبيرة باتجاه جنوب لبنان تحديدا، وظهر طبعا المدنيين بهذا الشكل وهم يغادرون جنوب لبنان، زحام كبير صباح هذا اليوم وظهر هذا اليوم، هذه صورة أخرى، وهم بشكل عام غادر المدنيين ممن تبقوا في الجنوب اللبناني، 20% تقريبا من المواطنين اللبنانيين هم بقيوا في الجنوب والآن قد غادروا من النبطية باتجاه البحر المتوسط باتجاه صيدا متجهين
طبعا إلى شمال النهر الليطاني مع كل هذه الظروف الخطيرة للغاية. أيضا أن إسرائيل لم تكتفي بالإنذارات باتجاه جنوب لبنان، وإنما طلبت أيضا من كل المدنيين المتواجدين ضمن البقاع بأكملها الابتعاد تماما، الخروج من بيوتهم، الخروج من القرى المذكورة هنا، لأنها أصبحت منطقة عمليات بالنسبة لإسرائيل تحديدا. وظهر قائد قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية اللواء أوري جوردن وهو يشرف على هذه العملية، وجاءت الضربات بعدد من الموجات. الموجة الأولى كانت عبارة عن ضرب 150 هدفا خاصا بحزب الله اللبناني، الموجة الثانية 150 هدفا آخرا، بعدها ضربوا منصات صاروخية خاصة بحزب الله اللبناني، وبعدها قاموا باستهداف البقاع، وهذه الضربات مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. والضربات هي لم تستهدف فقط المباني المدنية أو البيوت، لا أبدا، هم ضربوا منصات صاروخية كما تحدثنا لصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكذلك أيضا ضربوا بنى تحتية عسكرية صاروخية خاصة بالحزب. على سبيل المثال هذا الموقع إذا ما حاولنا أن نحدده بسرعة ترى بأننا أمام مجموعة من الأشجار، وأيضا هذه المنطقة التي تأتي فيها فيلا أو مبنى كبير كما هو واضح، وهذا طريق واضح أمامنا مع مساحة مفتوحة. تلاحظ هنا الصاروخ كيف أنه انطلق، هذا يوضح لك بأننا أمام منصة صاروخية انطلقت منها الصواريخ بمجرد ما قامت باستهدافها إسرائيل. وإذا ما ذهبنا إلى هذا الموقع بالقمر الصناعي بسرعة سنجد أنفسنا بأننا في نقطة تأتي إلى جنوب لبنان بالقرب من النهر الليطاني، نتحدث عن برج قلوي. هذه هي المنطقة بالضبط التي كنا ننظر إليها الآن ونحلل الموقع، هذه نفس الأشجار ونفس الموقع ونفس طبعا هذه الفيلا التي كانت ظاهرة أمامنا، المساحة المفتوحة، يعني أن المنصة كانت موجودة هنا في هذه المساحة المفتوحة تحاول استهداف إسرائيل. أما النقطة الأخرى فهي تأتي أبعد من هذه المنطقة، وهي تعتبر منشأة عسكرية صاروخية بالقرب من بحيرة قارون، هذه بحيرة قارون التي ترونها هنا إلى الشمال، نفس هذا الموقع، نفس الطريق، نفس البحيرة، كان هنالك انفجارا بهذا الاتجاه مع ملاحظة هذا المرتفع أو هذا الجبل. لاحظ هذه هي الصورة لطبيعة الاستهداف، هذه هي البحيرة والطريق والنقطة المستهدفة. وإذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي لندقق بطبيعة ما هي هذه المنشأة التي استهدفتها إسرائيل، ستجد بأننا أمام هذه المنشأة الواضح بأنها صاروخية بحتة، وهذه الضربات التي نتحدث عنها هي ظهرت حتى لدى شركة ناسا، الشركة المهمة للغاية الفضائية، ظهرت اشتعال النيران بهذا الشكل في آخر تحديث عن طبيعة الضربات الإسرائيلية. وستلاحظ هنا أن النيران اشتعلت والضربات واضح من النيران العالية للغاية والهائلة، بأن الضربات جاءت إلى جنوب غرب جنوب لبنان طبعا بكل تأكيد هنا أكثر من جنوب الشرق، هذه المنطقة جنوب شرق لبنان ضربت كثيرا، هذه المنطقة هي التي تركزت فيها الضربات، وتركزت أيضا الضربات باتجاه النهر الليطاني وما هو شمال النهر الليطاني، وهذه لها أسباب مهمة للغاية. بالإضافة إلى ذلك إلى أن أعداد القتلى وصلت إلى 274 عنصرا، بالإضافة إلى جرح أكثر من 1000 شخص من قبل عناصر حزب الله اللبناني، ليس واضحا كم من المدنيين سقطوا حتى هذه اللحظة. هذه الأحصائيات متصاعدة. إسرائيل بشكل مثير قالت بأنها تمكنت من اغتيال علي كركي. علي كركي هو قائد المنطقة أو الجبهة الجنوبية، والذي مباشرة بعد مقتل إبراهيم عقيل وهو رئيس منظومة العمليات وقائد قوة الرضوان، علي كركي تم تعيينه مباشرة ليصبح بدلا من إبراهيم عقيل، وجاءت إسرائيل لتستهدف علي كركي وأكدت بأنها قتلت علي كركي، وبهذا هي تقول إسرائيل بأنها قتلت، يعني أنت تلاحظ قتلت الجميع هنا من القيادات المهمة من قوات الرضوان وقيادات حزب الله اللبنانية المرتبطة مباشرة بالأمين العام لحزب الله اللبنانية السيد حسن نصر الله، ولم يبقى على قيد الحياة إلا أبو وعلي رضا. مع ذلك حزب الله اللبناني قال بأن علي كركي لم يقتل وإنما هو جريح، ننتظر ونرى طبعا، لكن إسرائيل قالت بأنها تمكنت من اغتياله في نهاية المطاف، وهذه لها أهمية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، حيث أن مركز ألما للدراسات كان قد تحدث بشكل واضح ومثير للغاية بأن هذه العمليات بدأت بهذه الطريقة، وذلك لأنهم لاحظوا
بالاجتماع الذي قام به أو عقده إبراهيم عقيل مع عدد من قيادات قوات الرضوان، كانوا يخططون لعملية بقوات الرضوان خاصة للغاية لاقتحام العمق الإسرائيلي بهجوم مباغت، وذلك من أجل إرباك الجانب الإسرائيلي وإرباك أي خطة هجومية على جنوب لبنان ومحاولة تحقيق بعض الاستنزافات وغيرها. وكذلك أن هذا يفتح بابا ليتمكنوا من اختطاف عدد من المدنيين الإسرائيليين أو حتى جنودا إسرائيليين ويقوموا بسحبهم إلى الداخل، مما يعقد العملية على الجانب الإسرائيلي. وهذا هو الذي دفع إسرائيل إلى ضرب إبراهيم عقيل تحديدا وكل القيادات الموجودة لتعطيل هذه العملية. وجاء علي كركي، وها هو علي كركي تستهدفه إسرائيل مرة أخرى بغض النظر أن قتل أو أصيب كما تتضارب الأنباء حول هذه المسألة، إلا أنهم يستهدفون هذه القيادات لأنهم يريدون إبطال هذه المهمة التي تخطط لها قوات الرضوان. والواضح جدا بأن الجانب الإسرائيلي تحديدا عندما استهدف هذه المنطقة وهي جنوب غرب لبنان تحديدا، أكثر من هذه المنطقة جنوب شرق لبنان، وضربوا الليطاني وضربوا ما هو شمال النهر الليطاني، يوضح تماما إلى أن إسرائيل تعد لعملية تقدم عبر هذا الطريق الممتد مباشرة باتجاه البحر المتوسط لتتقدم إسرائيل وتحاول السيطرة على صور، لأن صور لا تبعد إلا مسافة ما يقارب 6 كيلومتر أو أكثر بقليل عن النهر الليطاني، هذا يجعلها في نقطة سيطرة كبيرة للغاية بإسنادا من البحرية الإسرائيلية وكذلك من الطيران الإسرائيلي بشكل عام. وواضح جدا هنا بأن إسرائيل من خلال استهدافاتها ضد حزب الله اللبناني تحديدا، إن كانوا في الجنوب وإن كانوا في البقاع وإن كانوا كذلك متواجدين في بيروت، الواضح أن إسرائيل تفكر بعملية أو تدرس عملية وأنها تعمل على قضية استنزاف ليس فقط القدرات الصاروخية الخاصة بحزب الله اللبناني، وإنما أيضا لنزع السلاح من حزب الله اللبناني كما فعلوا مع حركة حماس في قطاع غزة. مع ابتعاد المدنيين هذا الأمر يجعل هذه العملية مختلفة، وبأن إسرائيل فعلا من خلال هذه الضربات والعمليات التصعيدية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التقدم إلى هذه المنطقة ومحاولة إبعاد حزب الله اللبناني قدر الإمكان، الذي قد يفتح نقاشا وطاولة مفاوضات نوعا ما في أول 5 كيلومترات لهذا التقدم. ومن الممكن أن يعطي فرصة للحكومة اللبنانية أن تناقش مع التقدم الإسرائيلي، ممكن أن يكونوا هم وسط هذه المنطقة تفصل بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي، وقد تكون قوات اليونيفيل أيضا حاضرة في طبيعة هذه المنطقة لتأمينها باتفاق معين، لكن هذا الأمر ليس واضحا حتى هذه اللحظة. ممكن أن يتطور مع التقدم الإسرائيلي بشكل عام. وبنيامين نتنياهو كان في حقيقة الأمر إسرائيل أو الإيكونومست قبل أن نذهب إلى بنيامين نتنياهو ذكرت بشكل واضح أن إسرائيل الآن وأكدت أن إسرائيل تستعد لغزو محدود للبنان، أي 10 كيلومترات التي تبحث عن تحقيقها. ونتنياهو ذكر الآتي مع هذا التصعيد الكبير: لقد وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني وتوازن القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نقوم به. نحن ندمر آلاف الصواريخ والقذائف الموجهة إلى المدن الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، وأضاف: من يحاول أن يؤذينا نؤذيه أكثر. لكن حزب الله رغم كل هذا الضرر الذي تعرض له إلا أنه تمكن من إطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه حيفا إلى جنوب حيفا وإلى غرب نزاريث التي ترونها هنا، وكذلك قاموا باستهداف باتجاه تل أبيب كما تلاحظون. عدد من الصواريخ قد وصلت لهذه المنطقة على عمق ما يقارب 117 كيلومترا من الحدود بين لبنان وبين إسرائيل، وهذا هو الذي دفع إسرائيل لإعلان حالة الطوارئ قبل تقريبا ساعة من الآن. وهذا يعني بأننا وصلنا فعلا إلى الساعات الأخيرة للبدء بعملية برية إسرائيلية على جنوب لبنان في محاولة لضرب قدرات حزب الله ونزع السلاح منهم قدر الإمكان.